سؤال من مشاهدي ساد سيفن، بيقول بعض اصحاحات العهد القديم مثل كذا وكذا يطلب الله فيهم من شعب اسرائيل ان يقاتلوا اعداءهم بشراسة الى اخره. انا عارف ان النقطة دي البعض بيستخدمها ضد الكتاب، لكن عايز اقول لكم حاجة. في تلك الايام لم يكن يقصد قتل هؤلاء الاشخاص بقدر ما كان يقصد التخلص من عبادة الاصنام التي سادت بطريقة عجيبة وشنيعة وشاملة. يعني جه وقت من الاوقات اصبحت دولة اسرائيل كلها تعبد الاصنام، ومعروف ايام اخاب وايام يربعام وكيف انتشرت الوثنية. بل اكثر من هذا، في ايام موسى النبي العالم كله كان وثني ما عدا شعب موسى اللي كان بيعبد ربنا. واذا بهذا الشعب لما اتأخر موسى على الجبل شوية عملوا عجل ذهبي وقالوا هذه هي آلهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. واصبح العالم كله في ذلك الحين كله بيعبد الاصنام ما عدا ثلاث اشخاص، موسى مع ربنا على الجبل، وتحت من بني اسرائيل يشوع بن نون وكالب ابن يفنة، بس هم اللي ما اشتركوش في الموضوع. فكانت عبادة الاصنام خطيرة جدا، وكان اي صلة بهؤلاء ممكن تؤدي الى عبادة اصنام. فكان ربنا بيقول لهم ما تتجوزوش منهم. ليه ما يتجوزوش منهم؟ لألا يقعوا في عبادة الاصنام. بل ان احنا نجد في سفر الملوك الاول اصحاح 11 يقول: وكان في ايام شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه، ميلوا قلبه نحو آلهة اخرى، ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابي. سليمان الحكيم احكم اهل الارض، مجرد اخذ زوجات من الامم من عابدات الاصنام املت قلبه. فكانت المسألة خطورة ان الايمان كله ممكن يضيع بابقاء عبدة الاصنام. فربنا اراد ان يفني هؤلاء الناس انقاذا للايمان، وربنا حر كيف يتخلص الناس. مرة غرق الخطاح بالطوفان، ومرة حرق اهل السدوم بالنار. كون ان هو يقول تخلصوا من عباد الاصنام، دي كانت لان في خطورة على الايمان نفسه. مش مجموعة بتعبد اصنام وبقية الشعوب كويسة، لا، ده كل العالم بيعبد الاصنام ما عدا شعب واحد اللي منه الانبياء. فلو دول لو عبدوا الاصنام يبقى الايمان كله راح. فبلاش ناخد الموضوع ده مثال، لان دي حالة خاصة بالنسبة لعبادة الأصنام.